بس نقدر فيها الدعوة. وشو؟ يعني لازم تسوي إضافة عشان نقدر. سوي سوي إضافة بتجي الحين دعوة. سويت إضافة. خلصنا الخط عشان فيها دعوة. دقيقة. هذه من المجرمين، خذوا رقم الاي دي ضيفوها يا المجرمين. من المجرمين ابو عقيل رقم الاي دي. هلا هلا معك انا. ارسلت لها دعوة لعائلة، قول لها جدد تشوف الخط. اسمعي الحين ارفعي الشاشة فوق وادخلي الخاص، تلقين يوشي كاتب الكلام، ادخلي وتلقين قبول، اقبليه وخلاص تم النقل. ما فهمت. الحين ارفعي الشاشة فوق، هذا الجوال حقك، هذا البث شغال. ارفعي الشاشة فوق، ادخلي الخاص اللي هو الخاص اللي عندك في البرنامج، ادخل على محادثة يوشي اللي انت اخر مرة ضفتيها، ادخل على محادثة الخاص تلقين انضمام، اقبل النظام خلاص. اسمعني طيب. لا عدل يا مسلم. سمي. اشرح لها عدل. عادي استأذن طيب من جواب لأنه مدرسة هي أنت مدرسة مدرسة هي مدرسة 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 أنت. يا الله يا ناس مش خلاني أجيبها عندي. يا ربي رباه يا ربي رباه يا ربي رباه مدرسة هي. استاذن استاذ 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 يمكن لا تهبلين فيني تكفين انا ترى تبني بنيتي الصغيره. دخليها تحدي على طول اساطير. اتوقع الوكيل حقها. الاي دي يا اخي ذا الاستلام في الليل واقسم لي ثلاث قروشة. خلاص الحين رفع الشاشة فوق. لا تكلمين جو اسحبي عليه خلاص انت موضوع عندنا. جو البنت لازم تكفل شيء قوي عشان الفائدة. اسمعني عندها انت عنده يعني. شو قول يقول لك انت بتقفلها جو. ايش قال يقول لك جو يعني انت بتقفلها اذا جت عندنا. يعني انت الحين قال لك انك مقفلها الحين. البنت من عندنا لا تزقق علينا يا اخي. خلاص البنت تبي تنقل يا اخي عشان يجي لها تحديات تبادلات. انت راك وكيل. اقسم بالله حرام يا مليون مليون والله العظيم اللي مثلك قد قفل ومشى. اصلا طباتها كلها تبادل يعني حتى هم ما يدعموني ولا يكفون. والله يا رب يعينها يا رب يا رب والله مقطع قلبي بالله. لا تجين الا هي معك. نعم كم؟ ما فيها بس ستة يعني حتى انت ما تقفلها. يعني جو ما انت ما تقفلها يا اخي خلي بنت رزق الله انت قاعد انت. جو مين؟ حق الروليت يقدح. ايه هو حق الروليت يقدح يقدح. خلي البنت تطلع من عندك وتجي عندنا ويقدح ويقدح راتب انت يجيك فايدة. قولي لا انا طالعة ما في. من هو؟ وش قال؟ وش قال؟ ولا شيء. اسمع نقول نسوي معاهدنا. ارجعي يا يوشي. وش قال؟ ولا شيء. خلاص. كملها يا جو جيب الثالثة. سعود دخلت بنتين وكالة من عندي لعندك لبى قلبه. طيب كمل ذي جيبها عندنا يا أخي. لا خلها ترزق الله حرام يا أخي. بعدين ترى الوكيل ما له دخل في العوائل.
يعني حاب اقول لك يعني وكيل ما له اي شغل في اي شخص عنده في العائله اذا هي مهتويه الشخص هذا. اوكي انا ادري، بس يعني هو اللي يعني يهتم فيني وكذا، يعني انا ما اعرف شيء يا سعود، بس يقول انه جاي. بس ايه بس وش دخل الوكيل؟ هو يقفل لي ستار جنج؟ ست دراجونات. ايه بس ترى الوكيل ما له شغل. اوكي انا ادري، اذا هو يجي مصحفنا تجي عندنا ترى عادي، انا ما عندي مشكله اجي عندك اقعد عادي، ما عندي مشكله انا. اسمعي اسمعي اسمعي، ابى اشوف ايش وضعه عندي في البث، ابي احقق شوي معه، بطلع قست. يلا